With great honor, we would like to invite Dr. Jamal Abdul Sattar, the Secretary General of Rabita Ulama Ahli Sunnah, to discuss on the topic of strategy and methodology to strengthen fiqh taqrib amongst followers of Mazhab in Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alhamdulillahi rabbil alameen. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد، فإن كلمتي تتلخص في نقاط لا أحب أن أكثر من القول فيها، ولكني أقول إن تحرير المسجد الأقصى لن يكون إلا بعد أن تتحد الأمة وأن تترك تلك النزاعات التي فرقتها والخلاف الذي زرع الشقاق بينها. وحتى أكون عمليا في طرحي، أقول إن بعض النقاط لابد أن ننتقل اليوم منها حتى نصل إلى الوحدة، ولن نستطيع أن نتوحد إلا إذا تحققنا بهذه الصفات، وهي على وجه الاختصار كما يلي: أولا، العصمة لله ورسوله، وما بعد الوحي كل الناس يخطئ ويصيب، ومن طبيعة البشر كما قال صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. فالعصمة إنما هي للنص القرآني والسنة الصحيحة، أما المفاهيم فقد تختلف بين البشر وبين العلماء. وأنا أعجب حقيقة حينما أجد أن الله وهو الله قد سمح لعباده وهم العبيد أن يختلفوا في فهم بعض قوله، فتجد في بعض التفاسير يقال في هذه الآية 17 قولا، وفي هذه الآية 19 قولا. الله يسمح لعبيده أن يختلفوا في فهم قوله، بل ويأمرهم بالتفكر والتدبر لتتنوع الفتوحات والعطاءات. ولكن بعض الناس يرى أن قوله هو القول الأوحد، وأن رأيه هو رأي الأوحد، وأنه صاحب الحق المطلق، وهذا لا يصلح بحال. النقطة الثانية: الاختلاف طبيعة بشرية وسنة إلهية. الله كما خلق تلك الأشكال مختلفة، ولا يعيب أحد أن شكله يختلف عن الآخر، فكذلك سبحانه جعل العقول مختلفة، ولا بد أن نحترم هذا الخلاف بعيدا عن أصول العقائد وأصول العبادات والأخلاق. النقطة الثالثة: أن كل خلاف
وفي أقوال لا اعتبار لها، وفي مسائل لا قيمة لها. لذلك يجب أن ننسى تلك الخلافات التاريخية لنعيش في حاضر صحيح ونبني مستقبلا رائعا. رابعا، إن التطاول والسب واللعنة والغمز واللمز ليس من وسائل الدعوة ولا من أساليبها ولا من طرقها، بل إن الله نهى عن سب المشركين. قال تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وقال صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ولذلك الخلاف في الرأي لا يعني اللعن والسباب والشتم، وهذه ليست من أخلاق المسلمين. خامسا، أن للجنة ثمانية أبواب، ليس بابا واحدا. يتنافس الناس في الطاعات، ولم يعطي الله لأحد مفتاح الجنة. يدخل من يشاء ويمنع من يشاء، وليست الجنة تمليكا لأحد، وليست الجنة حكرا على أحد، ولا يدعي أحد أن الله أعطاه مفاتيح الجنة. ولو أن أحدا ملك مفاتيح الجنة لحرم منها ربما أقرب الناس إليه، ولكن من فضل الله أن رحمة الله ليست إلا بيده. فلنتنافس في أنواع الطاعات دون إبعاد أو إقصاء أو تكفير أو غير ذلك. سادسا، أن القدس هو الغاية التي يمكن أن يتوحد حولها الجميع، وهي نقطة ارتكاز لتنطلق الأمة حولها ومنها. هذه منطلقات الوحدة الفكرية إذا أردنا. أما الجزئية الثانية في حديثي فأقول لكم إن طبيعة الصراع في مصر ليس صراعا على سياسة أو على منصب أو على سلطة. الذي يحدث في مصر إنما هو صراع على هوية الإسلام وعلى منهجية الإسلام وعلى مرجعية الإسلام. الذي يحدث في مصر حرب ليست بين جيشين، إنما هي بين قوى مسلحة وشعب أعزل، بين قوة الفكرة وبين قوة الدبابة وأنواع السلاح الأخرى، بين شعب أراد الحرية وبين نظام ألف الاستعباد. ولذلك لابد أن ندرك وأن يدرك كل مسلم في كل مكان حينما يتحدث أو يسمع مصر أن هناك حربا على الإسلام وليست مجرد خلاف سياسي، أن هناك حربا على راية الإسلام وليست صراعا فكريا، أن قتل العلماء وهدم المساجد والاعتداء على النساء ليس إلا لأن الجميع رفض كل المناهج إلا
منهم إلا أن قالوا ربنا الله. لذلك كانت الحرب الخارجية بوكالة داخلية وبدعم إقليمي. ولذلك لابد أن ندرك طبيعة الصراع في مصر. ومن هنا كان الواجب على كل المنظمات الإسلامية أن تتعامل مع الشأن المصري ليس شأنا داخليا، ولكنه لابد أن تتعامل معه على أنه الشأن الإسلامي، فتقوم بدورها في أنواع الإغاثات، الإغاثة الإعلامية حيث تنشر القضية. والإعلام تفنن في الأكاذيب، فيجب على المنظمات الإسلامية أن تقوم بدورها في تعرية هذا الانقلاب اللعين وأن تنشر جرائمه في العالمين. الإغاثة السياسية وهي أن تخطط تلك المنظمات دولها أن تأخذ موقفا من هذا الإجراء ولا تؤيد، وإن استطاعت ألا تعترف بسفير الانقلاب في بلدها فهذا من أوجب الواجبات. أن تخاطب المنظمات في بلادها أن تقاطع هذا الانقلاب اللعين الذي يقتل ويغتصب وينتهك ويهدي قيمة الإنسانية. الإغاثة الحقوقية ويتمثل في رفع القضايا في الدول المختلفة لمحاصرة رؤوس الإجرام والانقلاب. رابعا الإغاثة الإنسانية حيث تتحدث عن 6000 شهيد وعن ما يقرب من 30,000 معتقل وغيرهم، وهذا يحتاج إلى جهد كبير. أخيرا الإغاثة الربانية وهي من يوميات الدعاء والابتهال لله سبحانه أن يفرج الكرب وأن ينفع الراية وأن ينصر الحق وأن يرزقنا جميعا نصرا عزيزا وفتحا مبينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودعا الأمة إلى الالتفاف حولها معلناً
عن يوم القدس العالمي في آخر جمعة من شهر رمضان المبارك، مؤكداً على ضرورة تأسيس الأمان العامة الدائمة لنصرة ودعم انتفاضة الشعب الفلسطيني. هذه هي الرؤية والاستراتيجية الجوهرية لمؤسس الجمهورية الإسلامية في إيران، حيث يتم متابعتها اليوم بنظرة دقيقة وهداية حكيمة على يد قائد الثورة الإسلامية المعظم سماحة الإمام الخامنئي دام الله. إن قضية القدس التي نحن بصدد إحياء ذكراها في يوم النكبة، حاول ويحاول بعض السذج من المسلمين إماتتها وتسليمها رخيصة إلى الصهاينة المجرمين، وجعلها نسيا منسيا، وذلك بحصر التبعية على العرب خاصة، في حين أن هذه القضية هي قضية المسلمين الكبرى، وعلى كل بلد إسلامي أن يدفع حصته في الذب عن القدس والأقصى الشريف ودعم الشعب الفلسطيني الصامت المثابر بالوسائل الممكنة دون تريث وتمارض، وذلك عبر تنفيذ القرارات الدولية والإقليمية المتمثل في قطع علاقاتها مع هذا الكيان الغاصب ومقاطعتها ومنع أي تعامل معها، واتخاذ مسار متكامل وموقف موحد في المنظمات والأوساط الدولية لفضح مخططاتها وإدانة ممارساتها ورفض تشجيع المساومة وعزلها دوليا وسياسيا، كما قامت بذلك الجمهورية الإسلامية الإيرانية أصدرت القوانين الخاصة بهذا الشأن وطبقتها بالفعل. فالقدس التي تكاد أن تصبح ضحية إثر ممارسات العدو الصهيوني وحلفائها، وفي مقدمتهم أمريكا، قضية إسلامية بحتة ينبغي على كل الدول الإسلامية وجميع المسلمين على اختلاف مذاهبهم سنة وشيعة الدفاع عنها على قاعدة من لم يهتم بأمور المسلمين فليس به. ففي مثل هذه الظروف العصيبة والحساسة التي تمر بها القضية الفلسطينية، وقد ضاعف الكيان الصهيوني ممارسات التعسفية اللا إنسانية، ينبغي تضافر الجهود وتوحيد الصفوف والوقوف صفا واحدا للدفاع عن فلسطين وشعبها الأبي حتى النصر النهائي. ثانيا، نحن في إيران منذ انبثاق الثورة الإسلامية المباركة إلى يومنا هذا ندين بشدة الممارسات اللا إنسانية للصهاينة المجرمين بحق الشعب الفلسطيني المضطهد وحقوقه المشروعة. تلك الممارسات التي تجرح وتدمي قلوب الأمة الإسلامية، كما ونحيي الشعب الفلسطيني الصامد المقاوم، ونحيي ونبارك المقاومة الفلسطينية، ونخص بالذكر المقاومة الإسلامية في لبنان التي استطاعت بفضل من الله وقيادتها الحكيمة ودعم الأخيار في ديار الإسلام وأحرار العالم أن تنجز انتصارين عظيمين. الأول سنة 2000 حيث اندحر الاحتلال الصهيوني عن جنوب لبنان دون قيد أو شرط، والثاني في حرب تموز 2006 فالرحمة والخلود لشهداء فلسطين والمقاومة في لبنان وعلى جميع أرض العرب والمسلمين، والتحية العطرة لصحوة المقاومين وجميع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الصهيوني. ثالثا، إن انتصارات حربي 2000 و2006 والانتصارات الأخرى ما كان لتتم إلا على خلفية الانتصار الأول والكبير الذي حققه الشعب الإيراني المسلم بقيادة الإمام الخميني قدس سره، الذي عبد الطريق أمام الشعوب المضطهدة المستضعفة لكي تنهض وتعتمد على نفسها وعلى القوى الشريفة في العالمين العربي والإسلامي.
وإن بشائر النصر بدأت تلوح بإذن الله مبنية على الإيمان والعقيدة الصادقة والإرادة القوية، وما النصر إلا من عند الله. رابعاً، انطلاقاً من فهم الجمهورية الإسلامية لطبيعة العدو الصهيوني وأهدافه التوسعية، تحدد علاقاتها مع دول العالم بحسب موقفها تجاه القضية الفلسطينية، القضية الكبرى الرئيسية للمسلمين، وهي ترى أن الإسلام بين وهي ترى أن لا سلام بين المسلمين والكيان العنصر الصهيوني من غير إقامة الدولة الفلسطينية على أرضها المغصوبة وعاصمتها القدس الشريف، وكذلك دون عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم المغتصبة لكي يتحقق السلام العادل والشامل في المنطقة. والعالم بات يدرك أهمية إيران الإسلامية كنصير وحليف للقضايا الإسلامية. ستظل قضية فلسطين